ويا صباح الخير. وطبعا من أهم الأشياء اللي أحب أبدأ فيها يومي إني أجهز لي فطور، فقلت بسوي لي فطور لذيذ وخفيف وسريع. بستعمل الفراتة الجاهزة وبسوي لي داخلها بيض. صح إنها وجبة سريعة بس بعد لذيذة وتنفع لبداية اليوم. بما ان الجو حلو قلت استغله واطلع برا واقرا لي كتاب في هالجو الحلو. الجو حلو بس احس السنة اللي طافت كان وايد ابرد، يعني السنة اللي طافت كان هالبرد اللي يدخل العظام، مع انهم قالوا ان هالسنة انه بتكون ابرد سنة من 30 سنة، بس احس هالسنة برادها اقل عن السنة اللي طافت. واخيرا وصلنا الكورنيش، الصراحة كان مفروض لينا يعني من وقت في النهار يوم الشمس طالعة، بس يلا ما علي، اهم شيء ان نمشي شوي ونغير جو. وشي يعني في ناس تمشي وتسوي رياضة فتحمسكم انكم تتحركون، ويعني نستغل اجواء الشتاء. وبعدها هنا ماكدونالدز ناخذ ايس كريم من بعد المشي، وهالايس كريم صار لمدة خاطر فيه تقريبا 2 اسبوع، بس دايما اطلب اكل وبعدين ما يلي خاطر اكل.